كرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي المشاركين في برنامج مسار الهادف لتعزيز صحة الطلبة في المدارس. مسار حياة صحية ونشطة لطلبة المدارس عنوان مبادرة تجريبية أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في سبتمبر من العام الماضي، واستمرت لغاية شهر مايو من هذا العام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص. واليوم جاء تكريم الجهات المشاركة والمدارس الخاصة والحكومية لمساهمتها في توعية الطلبة وأولياء أمورهم بمخاطر السمنة وعواقبها. هذا المشروع يعتبر واحد من المشاريع التحولية الكبرى لدولة الإمارات، واللي من خلاله نهدف إلى تعزيز صحة طلبة المدارس وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية. المشروع هذا يعتبر مشروع تجريبي طبقناه في 10 مدارس خاصة في إمارة الشارقة و5 مدارس حكومية في إمارة الفجيرة. طبعا احنا من خلال هذا المشروع حاولنا ان احنا نشجع الأطفال على تبني أنماط حياة صحية تساعدهم في الوصول إلى وزن صحي وتحميهم من السمنة والأضرار المرتبطة بمرض السمنة. هذا الهدف هو بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وأيضا من ضمن الاستراتيجية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك من أجل توعية الطلاب وأولياء أمورهم في صحة الطلبة، وذلك من أجل بناء جيل مستقبل واعي. المدارس المشاركة أكدت أهمية هذه المبادرة وضرورة تثقيف الطلبة صحيا. كما الطلبة يبون معاهم واجبات صحية في المدارس، وكذلك اهتموا كثير في الحصص الرياضية. وطبعا هاي المبادرة تحد من خطورة يعني السمنة لدى الطلاب. الطلاب التزموا بالغذاء الصحي خلال كل الفترة من غير ما حد يقلن، من غير ما حد يتكلم معاهم، لأنه كان لها تأثير إيجابي جدا، كان وأثر ذلك على نقص الوزن للطلاب. هذا المشروع استهدف 22 ألف طالب وطالبة، وساهم في خفض أوزانهم بنسبة تفوق 42%، وهو مؤشر نجاح إيجابي ينعكس في نفوس الطلبة وأولياء أمورهم. إذن يأتي هذا الحفل تكريما لجهود المدارس في توعية الطلبة بمخاطر السمنة، ما يسهم في توفير بيئة مدرسية صحية. لأخبار الدار، حمد الكندي، الشارقة.